واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. مهم كنتمنى بعدا تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله كاملين. غبرت عليكم واحد شويه وقلت اليوم ان شاء الله ندير واحد الفيديو وغنحاول ان شاء الله نشري معكم واحد بحال نقولوا ماشي وصفه، غير واحد الطريقه باش نصايب انا الشوفان شخصيا. شحال واحد دابا تيقول لك الشوفان ما كيجيش في الماكله ولا كيجي خايب ولا حاجه، هو اصلا مذاقه صراحه حنا غير صابرين عليه. واحد الطريقه اللي واعره وغادي تعجبكم، انا متاكد غادي تطوقوا ما عرفتيش شنو، غتولي شهوتك ديما انك تاكل الشوفان. ومهم غنوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش كندير ليها. المهم غيكون فيديو خفان زربان، غير الطريقه ديال التحضير وغادي تشوفوا داكشي كامل. وشوف شي من تفرج فيديو سير ديرها غادي تعجبك قسما بالله. الا دابا جوج مرات تولي تنضربها، جوج مرات وليت كنضربها في الركبه الاولى يعني في الفطور، ولكن كنحاول نزيد معها واحد السورس ديال البروتين ضروري حيت تكون ناقصه في البروتين. وغادي تنضربها في الركبه الاخرانيه يعني في الركبه الرابعه ضروري. المهم نخليكم الدراري مع هذه الطريقه التحضير. المهم اللي بغيت نقول لكم ان الشوفان راه فيه جوج انواع، بغيت نوريكم ماشي جوج انواع، فيه واحد الشوفان اللي كندير انا ماشي الشوفان العادي، كندير هذا نشوفه هو يبان لكم. هذا زوين، هذا تيكون فيه الشوفان وكيكون فيه كورن فليكس خالي من السكر يعني بلا سكر، البنان المجفف انتم كما غتشوفوا، كيكون فيه واحد التزبيب من نوع زوان يعني كيكون مخلط. وهذا الشوفان هذا العادي اللي كتعرفوا انتم ديال العبار فهمتيني، ها هو يعني كاينين جوج انواع، كاين هذاك وهذا. بغيتي تخدم بهذا غير هذا خاصك طيبو، خاصك طيب هذا عاد تخدم به يعني العكس ديال هذا. هذا ما كنطيبو ما والو، هذا كضربو هكا حيت بنين على هذا بزاف. هذا راه دابا نحط لكم سميتو ان شاء الله في الديسكريبسيون، راه موجود، راه داير 30 درهم الكيلو، راه زوين ولكن غيعجبكم ديال الصح. المهم هذا غتجربو احسن من هذا بزاف. هذا صراحه تنخليه انا لشي حوايج بحال كنت ندير بانكيك، شي حاجه اللي فيها الطحين، شي حاجه اللي غنطحن فيها ولا كذا كنخلي له هذا. اما هذا هو اللي كنستعمل حاليا، هذا مخلط. ولا تقدروا ديروا شنو واحد الحاجه تشدوا هذا وتزيدوا معاه لهذاك الزبيب وتزيدوا معاه كورن فليكس، يعني لو بغيتوا تخلطوا بوحديتكم خلطوا بوحديتكم حتى هو غيطلع مزيان. المهم نخليكم ان شاء الله مع الطريقه ديال التحضير. المهم كما غنديروا غنحتاجوا 100 غرام ديال الشوفان، ها هي هنا. المهم هذا هو الشوفان اللي قلت لكم، غنحتاجوا هنا القرفه ضروري، القرفه من اهم الحوايج. غنحتاجوا بنان، شوف الا ما عندكش بنان تقدر دير اي فروي، الفريز، الكيوي، البنان، البلوبيريز، اي حاجه. انا كنخدم بالحليب، بغيتي دير حليب عادي ديرو، انا كناخذ لينيا 0%. غنحتاجو 100 مليلتر ديال الحليب، لا نديرو كثر، نحاولو نديرو كثر. غنحتاجو قول شي 250 مليلتر ديال الحليب، وغنحتاجو التمر. المهم انا عزيز عليا التمر اللي تيكون بحال تنقولو ناشف ما فيهش العسل، هذا الدلاح مع التمر. وغنحتاجو بينوس باتر ضروري. المهم يعني طريقة ساهلة، غتشد الشوفان هانت هنا، نشوفو 100 غرام شحال تجي فيها. 100 غرام هنايا، هاهي 100 غرام، نحيدو، غتشد عاوتاني الحليب. المهم دابا راه قطعت انا التمر، وقطعت عاوتاني البنان، القرفة هاهي، هذا راه واحد الطرف ديال البنان طاح. المهم هانتوما الحليب، غتزيدو، طريقة إيزي ساهلة، تزيد الحليب، ونخويو العبارة هنا، غتولي زهرة، غتزيد البنان. البنان قلت لك ولا اي فرو، المهم درت انا 110 ديال البنان، 110 غرام هبط انت هبط 113، المهم عطاش 113 ماشي مشكل. نخوي عاوتاني الميزان وغنديرو شحال ديال التمر، شحال جات 25 غرام، مزيان هادي ديجا عبرتها اصلا، 25 غرام ديال التمر. وبينش بصر ضروري، بينش بصر غندير واحد ندير واحد 10 غرام، 10 غرام ديال البينش باشر. واهم حاجه ما غنساوش القرفه، القرفه هي من اهم الحوايج اللي كيبننوها بزاف. البينش باشر هي حيدتها، نشوف شحال اصلا تجي فيها، تجي مع الكام وكتبغيش تشرط اهبطي شحال جات. المهم 13 غرام، 3 غرام مداش ما جابتش. خويا عاوتاني وغنديرو القرفه في الاخر، في الاخر نعطيكم الماكرو ديالها كامل، شحال فيها من الكالوري على حسب داكشي اللي عبرت، شحال فيها من الكالوري وشحال فيها من شحال ديال البروتين وشحال الكارب وشحال الفات. القرفه غنديرو شي 10 غرام ضروري،
واحد شوية من 5 ل 10 غرام كافية. نو صافي. المهم كتكون هي هذه خلطة كاملة بشي معلقة ولا شي حاجة وبصحة وراحة، ولكن راه ماعرفتيش كيفاش تطلع، راه كتطلع بنينة ديالها بصح. المهم اخوتي اللي جربها يرد عليا في كومونتير كي طلعت.